السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم. مدام الشيخ. الحمد لله، الله يبارك فيك. معلش بعد إذنك سؤال. في يعني بعض الناس المنتسبين لأهل العلم بيقولوا ان احنا ممكن يجوز نتردى عن يزيد اللي هو قاتل سيدنا الحسين، فهل يجوز نتردى عليه ام لا نتردى عليه؟ هو مش صحابي اصلا، تابعي فاسق. تابعي فاسق؟ اه طبعا، هو القتل الحسين بن علي ظلما وعدوانا، ان يكون ماذا يعني؟ يعني كده احنا لا نتردى عليه. ما انا بقول لك يعني اذا ترديت عليه ستوهم صحة فعل، ستوهم الناس ان فعله صحيح. ونحن نعتقد ونتدين بحديث رسول الله ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. اي نعم صح. لما تتردى عن واحد يأتي برأس الحسين ويضعه في طست ويأتي بالسيف يعبس بين الاسنان بالسيف وتترد عليه، كيف يعني؟ جزاك الله خير. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ زياد قتل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، يعني مش هطول على حضرتك، 3 دقايق بس. لا 3 دقايق، ما في 3 دقايق على الهواء، 3 دقايق سين جيم سريع. اتفضل. هو بس كان في حد يكلم حضرتك على موضوع عمرة البدل. لا خلاص اتكلمنا عليها بما فيه الكفايه، ولا تشترك فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل مصطفى، اخبار حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. من فضلك يا شيخ، لو انا دلوقتي يعني العصر مثلا اذن وانا في اجتماع ومش عارف اخرج من الاجتماع، هل كده عليا اثم؟ هل عليك اثم اذا يعني متى ستخرج على خير الصلاه؟ متى ستخرج من هذا الاجتماع؟ يعني مثلا بعد الفرض بربع ساعة بنصف ساعة كده يعني. لكن يعني قبل يعني بعد العصر الساعة 4 تخرج 4 وربع من الاجتماع مثلا، يعني ممكن 4 وربع 4 ونص على حسب ما الاجتماع ينتهي يعني. ممكن ان شاء الله، بس لو انت قوي الشخصية توقف العمل وتخرج للاجتماع لو كان اجتماعا يعني سهلا، اما اذا كان اجتماع الخروج منه امر فوق طاقتك فربع ساعة لا بأس، وصلوا جماعة. نعم. طب من فضلك يا شيخ، لو يعني رحمي في يعني مشاكل او كده، يعني زي ما كنتش قاطع للرحم بحيث برضو يعني ما اقدرش اجي على نفسي، يعني مش عايز اكون قاطع للرحم برضو. اتق الله وجاهد قدر استطاعتك في وصل الارحام، وان جفوك وان قطعوك صلهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني ليس الواصل بالمكافئ، ما معناها؟ إذا ابن عمك وصلك فوصلته كما وصلك لست بحق الواصل، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يبينه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. السلام عليكم سمارة، مبروك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ما حكم لعبة بلاي ستيشن؟ البلاي ستيشن جاز مع الكراهة، وضع وقت. شكرا، بارك الله فيك يا كريم ابن نبيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الكريم؟ الحمد لله بخير. لو سمحت ممكن سأسأل أسئلة شيخنا؟ سل. السؤال الأول، أنا لو سلمت شخص مبلغ من المال ثم طالت المدة ولم يسدد وعلمت أن حالته المادية صعبة حتى أنه لا يستطيع سداد الدين، لا يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة؟ لا يجوز. يجوز. اسمع، لا يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة. نعم. إنما سلمه المال في يده وبعد ذلك طالبه بالدين إن شئت أن تطالبه. تمام يا شيخ. السؤال الثاني، تفضل. بعض الناس يجعلون جلسة الاستراحة ركن من أركان الصلاة حيث في كل صلوات يفعلونها. لا لا لا، عفوا، أنت تظلمهم. ما أحد قال جلسة الاستراحة ركن ولا هم قالوا ذلك، إنما الخلاف بين استحبابها من عدمها. أما هل سمعت أحد يقول إن الذي لا يجلس جلسة الاستراحة صلاته تبطل؟ لا خلاص، هم معنى ركن تركه يبطل. تفضل. الأفضل يبطل. والله جلسة الاستراحة فيها وجهان، وللإخوة المستمعين، هي جلسة يجلسها الشخص المصلي قبل نهوضه للركعة الثانية، بعد السجدة الثانية لا يقوم قياما مرة واحدة، إنما يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم منها إلى الركعة الثانية وكذلك للركعة الرابعة. جلسة الاستراحة هذه رواها مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مالك بن الحويرث أن الرسول كان يجلس جلسة قبل أن ينهض للركعة الثانية وقبل أن ينهض للركعة الرابعة. نعم. والإسناد بذلك صحيح، لكن المخالفون يقولون إن هذه الجلسة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسها لما أسن. لما أسن، جزاك الله خيرا. لما اصبر علي، لما أسن بدنا عليه الصلاة والسلام أصبح بدينا، فكان لا يستطيع النهوض مرة واحدة من الأسفل لا من السجود إلى القيام، إنما يجلس جلسة ثم يعتمد على الأرض ويقوم. ففعلها النبي إذن لعلة قد وردت في بعض الطرق، لو ثبتت إني قد بدنت. وأيدوا قولهم، أعني الذين يقولون بعدمها، بأن جلسة ليس فيها ذكر، وما هناك موطن من مواطن الصلاة ليس فيه ذكر إلا هذه الجلسة. هذا رأي القائلين بعدمها ورأي القائلين بها، وبالله التوفيق. نعم. السؤال يا شيخنا، فماذا فهمت أنت الآن؟ ما حكم الذي لا يجلس الاستراحة؟ ليس عليه شيء. الله ينور عليك. السؤال الثالث، حكم من أكل بصلا ثم ذهب إلى المسجد يأثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
وكان يؤتى بالرجل الذي أكل بصلا فيذهب به إلى البقيع، أي بعيدا عن المسجد حتى لا يؤذي برائحته المصلين. نعم، جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا فاروق. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا، لو سمحت اتفضل. اطول مده ينتظر فيها المصلي بين انتظار المغرب بين الاذان والاقامه، ما هنالك مده معينه، ولكن في المغرب على وجه الخصوص يستحب تبكير الاقامه، استحب التبكير بالإقامة. حديث رافع بن خديج، كنا نصلي المغرب فنترامى وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله، يعني يرمون بالنبال وينظرون أي النبل أبعد من الآخر، أي السهام أبعد من الآخر، أي السهام أبعد من الآخر. فهذا يدل على أن الضوء كان واضحا، الدنيا ما زالت منيرة. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم. فتأخير المغرب يعني ليس وفق السنة. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ نحمد الله ونشكره. هو كنت عايز أسأل حضرتك سؤال كده، بس هو في ذكر اسم شيخ أقوله ولا؟ لا تذكر أسماء. طب حضرتك انتشر الايام دي في الدول الاخيره او حتى من فتره مشايخ بتحط في العلماء وبتشتم فيهم حتى. المهم عفوا لا اعذرني، لا نحب تلويث المجلس بذكر هذه الاشياء، اعذرني. عبد الرحمن خذ هذا بس ضعه في الثلاجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. حضرتك دلوقتي انا طالب كليه حقوق وعايز انزل تدريب مع محامي واتعلم عشان اتعلم، هل دي فيها شيء؟ انزل تدريب مع محامي امين طيب، لا تنزل مع محامي مزور مزيف. هذا شيء لا يخفى على فضيلتك. ها؟ المحاماه حضرتك يعني عارف لا في محامين طيبون والحمد لله. في محامون يدافعون عن الحق. السلام عليكم. جزاك الله خير يا ياسر الحسوني، بارك الله فيك. ولكن مثل دكتور عمرو الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كان عندي سؤال لنا كده. اتفضل. النهارده كنت بصلي ظهر جماعه في المسجد. الركعه الثانيه كنت انا بستعيذ بالله وببدا قراءه الفاتحه ركع الامام. ركعت معه. ايوه. يعني لم تقرا بقيه الركعات مع بقيه الركعات في الركعه الثالثه. نويت قطع الصلاة لو أكمل معه يعني، لكن يعني ما رضيتش أخرج من المسجد وأكملت مع الصلاة بحركات بس كده يعني، ركوع وسجود من غير أذكار يعني، من غير سبحان ربي العظيم ولا غير الله. ما دام ذلك كذلك أعد الصلاة. بعدها أعدت الصلاة، هل كده عليا ذنب في اللي أنا عملته في قطع الصلاة يعني؟ لا، أنت اجتهدت وأخطأت في الاجتهاد بس. طب ما كان كانت فاتتني الفاتحه في الركعه الثانيه. ايوه ايوه اعرف، لكنك مأموم وقراءة الامام قراءة لك. كنا في الظهر الصلاه السريه يعني. برضه قراءة الامام قراءة يعني، انت صلاتك صحيحه. يعني العاده صحيحه. العاده صحيحه والاتمام صحيح. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ يا اخي رد السلام. السلام عليكم ليس رد. ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم رد عليكم السلام. كنت كان في فتوى الشيخ. ما زلت اطلب حقي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. انت حضرتك كنت عايز اسال عن زكاة المال لشركات المقاولات اللي ما فيهاش راس مال ثابت. كيف شركات الاموال شركات المقاولات التي ليس فيها راس مال ثابت؟ بمعنى ان مثلا انا يعني ابتديت الشغل بمليون جنيه ونهاية السنة بقوا 5 مليون ربح يعني؟ مش مثلا. طيب تزكى 5 مليون الاثنين ونص. اي 2.5%؟ ما 2.5% زكاة المال؟ ايوه 2.5%، ربنا ترك لك 97.5% و2.5% لاخرتك يعني فقراء مساكين نهايه العام. نعم ايوه. بس مش هامش الربح اللي عدى عليه عام. لا مش هامش الربح، الاصل الاصل مع الربح. الاصل مع الربح. اي نعم. وبعدين انت تحمد الله. تمام. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ إيهاب، لك بمثل حبك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخت حسناء أم حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا طيب لله الحمد. الله يحفظك يا شيخ، والله نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير يا شيخ. انا فقط اسالك، انا عايز اشوفك ان شاء الله يا شيخ لو موجود. انا من العراق. يا اهلا وسهلا. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير. والله فقط احببتنا اقول انا احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. بارك الله فيك يا شيخ، واهل العراقيين يسلمون عليك كلهم يا شيخ. وعليك وعليهم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. كنت عايز اسال عن صحة حديث سيأتي قوم من امتي يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازي. اسناده يحسن. طب ما معنى كلمة معلق؟ معلق يعني حذف من مبتدأ اسناده راو فأكثر، هذا عند البخاري لكنه موصول في مكان آخر. والمعلقات التي في البخاري ليست على شرط البخاري. طب هل كلمة المعازي في ناس قالت انها لما تتعطف على كبيرة تبقى كمان كبيرة، هل الكلام صحيح؟ العطف ليس في كل الأحوال يفيد التساوي في الأحكام، فمثلا ربنا قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. المصلين ترك الصلاة ليس كعدم إطعام المسكين في الجرم، وقالوا كنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فكل هذه تختلف في الأحكام. المكذب بيوم الدين كافر اتفاقا، ترك الصلاة كافر على خلاف، الذي لا يطعم المسكين لا يكفر، الخائض مع الخائضين بحسب الخوض. ونبينا قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا. لكن في الأحكام تارك الشهادتين كفر متفق عليه، تارك الصلاة على خلاف، تارك الزكاة بخلا ليس بكافر عند الجماهير. سمعتني؟ ايوه. العطف دلالة الاقتران، دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الاحكام في كل الاوقات. وفرت امرين. طب قوله ها؟ تنفعهم شفاعة الشافعين، قوله قول ربنا سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين دليل على ان دولة برضه بيفرق، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول جعلت شفاعات لاصحاب الكبائر من امتي، يبقى هما مش من اصحاب الكبائر، ممكن يكونوا كفر ولا غير بصاحب خاصه بصاحب الصلاه بس. الذين لا تنفعهم شفاعه الشافعين هم الكفار. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فهم الكفار. لكن غير الكفار
فيهم بعض الشفاعات بإذن الله، وفي من ارتضاه الله ولمن ارتضاه الله. يعني لا شفاعة إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا من ارتضى الله له أن يشفع، ولا يشفع إلا من شاء الله أن يشفعه فيه. والجمادات لا تشفع. سمعتني؟ ها؟ جزاك الله خيرا. إلا استثناء واحد في حالة الكفار، وليس شفاعة، وليست شفاعة مطلقة، إنما شفاعة لتخفيف العذاب في النار في أبي طالب. يا رسول الله، العباس يقوله: عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك من الكفار، أو يمنع عنك الكفار، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أعوذ بالله. يا رب الطف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين، بارك الله فيك يا شيخ. سأل الله يغفر لي ولك. اللهم أمين يا رب. أول سؤال: ما حكم الأذان بغير وضوء؟ جائز. يكره، عفوا، سئل بعض السلف عن ذلك، قال: الوضوء حق وسنة، لكن كجواز يجوز، لكن الأفضل يؤذن وهو متوضئ. تمام، بارك الله فيك. السؤال الثاني، آسف قطع مني، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نحبك في الله. عندي سؤال لحضرتك، معلش. اتفضل. طيب، في شخص ما بيشتري دورات تدريبية، وانا عارف ان حضرتك سئلت كتير جدا في الموضوع ده، بيشتري دورات تدريبية لمحاضرين كتير جدا وبيبيعها للناس بسعر مخفض. الدورة مثلا بألف دولار، يجي يقولك ادفع 10 دولار وخد اكاونت شوف الدورة. هل ده يحق لي ولا لا يحق لي؟ طبعا في بعض المحاضرين بيجيزوا لي ده، وفي البعض الاخر بيمنع، بيكتب على الموقع حقوق طبعا والنشر محفوظة. الفكرة انه انا شخص بشتري منه، هل انا عليا اثم او كأن انا سارق او كده، ولا ده حرام عليا اصلا؟ طبعا لا اشكال في ان الذي اباح العمل معه جائز. يعني الدكتور الذي اباح، وجاء واحد خذ محاضرات الدكتور وباعها من خلال الموقع، لا بأس، لأنه موافق. الكلام في الذي لم يوافق. فدعني أسأل عن هذا الموضوع بدقة. هو الذي أباح، يعني مش أباح، هو مجرد أن أنا دخلت اشتريت منه الدورة، ولكن هو محذرش، يعني ما قالش مثلا مش من حقك تبيعها أو غيره، وأنا بمجرد ما اشتريتها رحت قايل يا جماعة تعالوا نتشارك، أو تعالوا نخفف الضغط عن المالي عن الناس، وكل واحد يدفع مثلا 200 جنيه ولا حاجة وياخد أكاونت عليه الدورة دي. ما دام لم يجيز على موقعه في الأصل، يعني وأنا داخل اشتري الدورة بتاعته يقول يا جماعة معلش ما حدش ينشر الدورة بتاعتي. في الحالة دي الله مصطفى بن عمرو، أنا اللي سارق، يعني أنا أخذتها من الشخص اللي عمل كده. ما أنا لا، بس أنت لا تتشدد أيضا في موطن لا يحتاج إلى تشدد. دكتور لم يشترط، خلاص لما مباح. طيب، والذي اشترط وانا مش انا، يعني مش انا اللي دخلت اخذت الدوره وببيعها، ولكن انا دلوقتي قدامي الدوره ب 7000 جنيه والمقابل بتاعها ب 300 جنيه. مسلمون هؤلاء ولا محاربون كفرة؟ لا، مسلمون طبعا. مسلمون. دعني ابحث عنه. عايز اخذ فكره واسعه عن هذا الموضوع يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا مصطفى؟ طيب والله الحمد. الحمد لله. انا جيت لحضرتك من شهر، كنت بس اسالت على موضوع يعني، بس مش هينفع اقوله عن انت. تبعت الاخ عبد الرحمن على الصفحه، لو ينفع يوريك السؤال. بس استخرج السؤال يا عبد الرحمن. السؤال مطلعه ايه؟ مطلعه هو اسمي عبد الله على صفحه الفيس. عبد الله على صفحه الفيس. ابعت للشيخ عبد الرحمن. سمعت يا عبد الله؟ يا عبد الرحمن، واحد اسمه عبد الله على صفحة الفيز، هيشوف ان شاء الله يفيدني. كاتبها انجليزي او عربي؟ لا، بالانجليزي ان شاء الله. غيرها الى عربي دلوقتي. يعني هي انجليزي ولا عربي الرسالة اللي جت لنا؟ ليه بس يا تتعجمون؟ لما تتعجمون؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، ربنا يحفظك يا رب. بصراحة أني سعيد أني بسمعت صوتك يعني. الله يسعدنا وياك بالطول إيمانا. أبارك في عمرك يا رب يحفظك. وياك. ليا حاجتين بس بعد إذنك. اسأل. أول حاجة موضوع المداخلة ده، حسبي الله ونعم الوكيل. لا مش اسمح لي، اسمح لي، أنا أحب أن ألوث الصفحة بذكرهم. خذوا وقتهم كالأشاعرة والمرجئة والتكفيريين وهؤلاء المبدعون، خذوا وقتهم، لا نحب أن نلوث الصفحة، معذرت. الله يحفظك. ثاني حاجة تفضل. أنا بس بطلب من حضرتك رضا بس. أنا طبعا بحبك فما بحبش حد سيء يسيء. معلش والله أنا أقول لك، أنا سأقول لك شيء. إيه بقى؟ اسمع لي، اسمح لي. نحن نحب الله سبحانه وتعالى ونشهد الله على محبتنا له ولرسوله، ولكن هناك قوم كفرة، في قوم كفرة والعياذ بالله، يزن ربنا سبحانه وتعالى بكلامهم أن له ولد أو بجعل شريك له، وهناك قوم كفرة يطعنون في رسولنا الأمين، ما زالوا يقولون عليه الأقوال التي كان يقولها الكفار من كفار قريش، وهناك قوم كفرة موجودون الآن يمزقون القرآن ويحرقونه كما تسمع. فكل هؤلاء لقاؤهم بين يدي الله سيرون عاقبة أمرهم. صدقت. فماذا نصنع؟ القصة في حاجة تانية خالص يا فندم. اللي حضرتك يعني ساعات ما بتديش الفرصة مثلا لواحد بيسأل سؤال أو سؤالين، بتدوس على والله أحيانا خطأ، والله أكثر الأحيان خطأ، والله يا شيخ. أنا عارف يا رب. والله أكثر الأحيان خطأ، ظني أنه تقبل لنا منكم يا رب. آسفين يعني. ساعدك في الدنيا والآخرة إن شاء الله بإذن الله نعالج هذا بإذنك يا رب. نعم، السويس ودع الأهل السويس ربنا يبارك فيكم ويحفظكم بحفظه يعني. ربنا يحفظك يا رب. تفضل تفضل السلام عليكم. تيجي سريعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ اخوك مصطفى تفضل. الله يكرمك، انا احبك بالله يا شيخ مصطفى، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. احبك الله الذي احببتنا له. الله يكرمك، دعواتك بس لينا الله يبارك لك يا رب. الله يوفقنا وياك ويثبتنا وياك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله في عمك ونفعنا به إن شاء الله. يا رب وإياك يا ربي، وإياك يا ربي. تفضل. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا عايز أفهم من حضرتك مسألة كانت في فيديو لحضرتك قبل كده عن موضوع الإيجار القديم. أيوة تفضل. وحضرتك فصلت في المسألة وقلت إن الفتوى تختلف إذا كان قبل جمال عبد الناصر أو بعد عبد الناصر. وإحنا نشأنا في شقة إيجار قديم. أيه. وأنا كلمت والدي كثيرا جدا في الموضوع ده ولكن ما استجبش. وكنت عايز افهم الجزئيه اللي في الفتوى اللي حضرتك بتقول فيها اختلف الحكم قبل عبد الناصر. ايوه يعني الاول، في اول الامر انا مؤجر لك شقه. تمام. انا اجرت لك شقه. تمام. ومكتوب ان الايجار مشهره يتضمن ان من حقي اخرجك في اي وقت ومن حقك تخرج في اي وقت. بالضبط. جاءت الثوره المصريه الاولى بشؤمها على هذا، على المسلمين في هذا الباب، وجعلت لزاما على المالك أن لا يخرج، ممنوع أن المالك يخرج المستأجر إلا بإذن المستأجر. أفقدت المالك حق التصرف في شقتها. تمام. واخد بالك، أفقدت المالك حق التصرف في شقتها. تمام. فالمالك يقول المستأجر يا أخي خلاص اخرج من شقتي، يقول لا القانون يوكي يخولني. أنا مأجر أرض زراعية مثلا لشخص فدان. تمام. كان فدان مثلا أيامها بعشرين جنيه إيجار، يا أخي أخرج أنا أريد فداني، يقول لا القانون في صفي. تمام. فيتحاكم إلى قانون الثورة الباطل الذي أطعم الناس المال المحرم وجعلهم يسكنون في أماكن لا يحل لهم السكن فيها لأن أصحابها يرفضون. والعياذ بالله. فهذا القانون ما زال
ساري للآن القانون الباطل هذا من قديم. يعني ممكن تجد واحد مثلا على سبيل المثال واجهنا مشكلة، واحد مؤجر شقة، كان شقة 5 غرف كبيرة ب17 جنيها، والماء والكهرباء على حساب صاحب الشقة. يعني تتخيل، يعني تخيل كده ان المالك الان، ان المالك الان يفترض انه يدفع للمستاجر الماء والكهرباء مسجله ب17 جنيه. تمام. انت فهمت كلامي؟ فجاءت بعد مدة، بعد القانون، اصبر علي بس، هذا القانون ما زال ساري للآن. يعني تذهب لشبرا، تذهب مش عارف للعجم، تذهب لأماكن كثيرة في الدولة، ترى السكان لهم يعني 70-80 سنة ساكنين ولا يستطيع أحد أن يخرجهم. 60 سنة ساكن ب3 جنيه في الشهر شقة. جاء بعد مدة أصحاب الملاك تفطنوا لذلك، بعد هلاك جمال بن عبد الناصر الملاك تفطنوا لذلك. ماذا يصنعون بعد أن تفطنوا لذلك؟ قالوا لا، احنا نأخذ مبلغ يسموه خلو رجل، مبلغ ملوش أصل يعني، بس انت عايز تسكن عندي عشان أضمن حقي، ادفع 100,000 جنيه وبعدين نعمل لك الإيجار ب50-70 نحرار. ورضوا أن يكتبوا العقد مشاهرة، رضوا أن يكتبوا، فكان التوقيع هو موقع وهو عارف، عارف أن المستأجر لن يخرج إلا بإذنه. ده اللي بيرد عليا بيه والدي دايما وبيقوله. أنا بقول لك، أنا اسمع الكلام بس. المالك مبسوط وراضي. يا أخي اصبر يا أخي، المالك على قسمين، مالك كان لا يعرف وأجبر على عدم إخراج المستأجر، ومالك أجر وهو يعرف أن المستأجر لن يخرج إلا باختياره ورفع الإيجار آنذاك. يعني افترض الإيجار كان ب5، قال لك لا أنا هجر ب20، هجر ب20، هو قال كده لأنه عارف أن المستأجر لن يخرج. ففي فارق بين الحالين. شكرا، السلام عليكم. بارك الله فيك يا خالد الدقاق. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك الشيخ؟ الحمد لله أنا بخير وفي نعم من الله سبحانه، الحمد لله. بقول لسعادتك، كنت عاوز أعرف في شركات بتبقى وسيط بين البائع والمشتري، زي شركة أمان أو لا؟ لا تسمي شركات. لا تسمي شركات مالية وسيطة. وسيطة. تدفع عن المشتري وللبائع، وتأخذ ما دفعته مع الفائدة الربوية، هذه محرمة، عملوها حرام. جزاكم الله خير. الله يسلمك. شيخ هاني المنشاوي، ما علمنا إلا متأخرا، عظم الله أجرك ورحم الله والدتك وأمواتنا وأموات المسلمين. نرجو المعذرة، ما علمنا إلا متأخرا جدا بعد الدفن بزمن، عظم الله أجرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. شيخ مصطفى؟ نعم. بعد حاجة كنت عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الأول، ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إن تركها جحودا كفر، إن تركها تكاسلا مرتكب لكبيرة. طيب لو تارك الصلاة تزوج بمسلمة. نعم. تارك الصلاة لو تزوج بمسلمة، ما حكم الزواج؟ ما هو قلت لك، إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر، والكافر لا يحل له أن يزوج المسلمة. كان يتركها تكاسلا فالزواج جائز وغيره أفضل. طيب السؤال الثاني بعد حضرتك، دلوقتي لو حد معاه فلوس، معاه مبلغ، تمام، وفي حد بيروح يطلب منه جهاز قسط أو حاجة قسط وبيجيبها له، تمام، هذه من حيل الربا، هذه حيلة من حيل الربا، هذه حيلة. يعني أنا ما أشتغل تاجر، غايت أنني معي فلوس، جاءني شخص يقول أريد ثلاجة، ذهبت معه لمعرض الثلاجات، اختر الثلاجة، اختر ثلاجة ب20,000، كم هتسدد على كم قسط؟ قال لا سدد على سنة، الثلاجة ب25,000، هذه ربا مقنع.
أنا سأدفع نيابة عنه 20 وأخذها منه 25. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. حفظك الله الشيخ إبراهيم بن رمزي. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، أنا صاحب سؤال الإيجار القديم. خلاص أنا استوفيت فيه ولا مزيد عندي. الموضوع إن هم اتفقوا على عقد مفتوح، هل ده عقد باطل في الإسلام؟ ما لا، إذا كان يقصد العقود التي أجبر السكان على أجبر الملاك على عدم إخراج السكان فالعقد باطل. هو ده. البقاء باطل، البقاء باطل الآن. إذا كان مفتوح غير محدد بمدة. يا أخي أنا فصلت لك بما فيه الكفاية، قد نظر إلى الزمن الذي أجر فيه والدك والحال آنذاك. هل كان المالك آنذاك يعرف أن المستأجر لن يخرج؟ أظن كلامي مفهوم. السلام عليكم. فهمي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. وحياك وبارك الله فيك. فيك مبارك ومتاكم الله بالصحة والعافية يا رب وإياك. هل هناك حديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المؤذن للأجرة أو للمال أو للراتب عموما؟ في حديث وأنت إمامهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن هذا في الذي يؤذن بعشر جنيه بعشرين جنيه، لكن الذي وظف كمؤذن فيأخذ أجرا من أجل التفرغ. من أجل ماذا؟ من أجل التفرغ لا بأس. طيب عشان احنا انا الوالد عندي بنى مسجد، ثم يعني حبيبنا نجيب مؤذن يلتزم، فقال لا انا ما اخذ يعني اجرة الاذان. لا، وقل له انت تاخذ اجر على تفرغك للمسجد، على التفرغ، اما مجرد الاذان اجرك على الله. وفي حديث فعل الفعل عند الترمذي وغيره، حديث عثمان بن ابي العاص الثقفي، واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا، اسناده يحسن. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، عني أحبك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا له. كان في فتوى كده كنت عايز أسأل حضرتك عليها. اتفضل. دلوقتي بخصوص الأفران العيش. دلوقتي الحكومة بنزلها إن مثلا إن إحنا نلتزم بتسعيرة معينة ونلتزم بوزن معين لرغيف العيش. طيب، ولو احنا التزمنا بالموضوع ده فالموضوع بيبقى غير مجدي وبيبقى مخسر. والحكومة عارفة كده ولا لا؟ عارفة. طيب ما علاج الحكومة لهذه المسألة؟ فهل لو احنا قلنا ما علاج الحكومة لهذه المسألة؟ فاحنا لو قلنا حجم الرغيف فهل ده يبقى حرام علينا؟ انا بسألك سؤال، اذا كانت الحكومة عارفة إنكم إذا مشيتم وسرتم على حسب قوانينها ستخسروا يا أهل المخابز، ما طرحتم على الحكومة علاجا لهذه المسألة؟ طرحنا، بس بيبقى الموضوع غير يعني ما فيش أي استماع وما فيش أي حاجة. إذن سأقول لك اتقوا الله قدر استطاعتكم يا أصحاب المخابز، بس ده اللي استطيع أن أقوله. يعني هل هامش الربح اللي بيطلع لما انا بقلل؟ انا لا استطيع اقول لك صراحة. قلل في الوزن المفروض الرغيف مثلا 100 جرام، لا استطيع ان اقول لك بيعوا 70 جرام، ما استطيع. لكن اقول لك اتقوا الله ما استطعتم يا اهل المخابز، ما استطيع اقول لك اكثر من ذلك. اذا عملوا 100 جرام خسروا وتوقفت كل المخابز، وتوقفت كل المخابز.
ما استطيع اقول لهم على هذه، غشوا ايضا في نفس الوقت، صرفوا نفسهم. بارك الله فيك يا شيخ ابراهيم رفعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الحبيب. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. يا سيدنا الله يبارك فيك، الله يحفظك. الله يسلمك. أسأل بس يا سيدنا عن معنى شاذ لاتحاد المخرج. ما معنى شاذ لاتحاد المخرج؟ يعني مثلا في حديث عن نافع عن ابن عمر. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. جاء خمسة رواه الحديث عن نافع عن ابن عمر، واحد روى الحديث بلفظ آخر عن نافع عن ابن عمر. أصل الحديث هو، لكن في ألفاظ غريبة وشاذ. قل شاذ. نعم. الحكم شاذ لأن الأكثرين عن نافع رواه بلفظ مخالف للفظ الرجل الآخر. نعم. يقول شذ فلان عن أصحاب نافع. نعم. الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. صحيح يا عبد الجليل، بارك الله فيك يا شيخ محمد طعيم وسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. لو سمعت، شراء الذهب بالقسط ده حلال؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. وهنالك أربعة أمور أو على الأقل ثلاثة أمور على تجار الذهب أن يفهموها ويتقوا الله فيها. إيه هي بقى؟ الأول عدم بيع، الأول بيع الذهب بالآجل لا يجوز. الثاني بيع الفصوص التي يمكن فصلها، يبيعون الفص الذي في الخاتم على أنه ذهب وهو زجاج، يبيعونه يزنونه على أنه ذهب، وعند الشراء ينزعونه. الشيء الثالث يغسل الذهب الكسر القديم، الجاب القديم يسمونه كسر، بمواد معينة يلمعونه ويبيعونه على أنه ذهب جديد. طيب بالنسبه للتقسيط ده في ايه الدليل يعني ان هو حرام؟ قال رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، يدا بيد، خذ وهات، هاء وهاء. هذا الدليل. طب حضرتك بس صحه حديث اللي هو بيقول من اراد ان ينسى له في اثره فليصل رحمه، ده حديث صحيح؟ صحيح. جزاك الله خير. وإياك، الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله طيب من فضل الله. الله عز وجل يرزقك الإخلاص. يا رب آمين. بعد إذنك يا شيخ، بعد إذن حضرتك، أنا كنت سألت حضرتك قبل كده عن بعض صور معاملات فودافون كاش، وحضرتك إجابتني بالإجازة. يعني ولكن انا بس معلش عشان ده اكل عيشي فبسال كتير، فاتمنى بس ان حضرتك تتسع صدرك ليا. معلش اتفضل. حضرتك في صوره منتشره دلوقتي لمعاملات فودافون كاش، انا كمحل ممكن يدخل عليا يقول لي انا عايزك تحول لي 100,000 فودافون كاش، فلو مصاريف ال 100,000 دي على كل 1000 10 جنيه، يعني معنى كده ان ال 100,000 دي مصاريفها 1000 جنيه، فانا مكسبي فيها 1000 جنيه، بس هو بيشترط عليا ان ال 100,000 دي مش هيديها لي في وقتها، لا ده هو هيأجل لي فلوس، هيقول لي معلش انا هجيب لك الفلوس دي بكره. لا، اذا اشتراط لا يجوز، لا يجوز كده ابدا. لا، احنا بنضيف افتراض في اضيق الاحوال. يعني مثلا لك صديق وقال لك حول يا احمد 5,000 جنيه، ولما ارجع اجيبها لك، انت كصداقه بينك وبين، انت لا تبيع له عمله ولا عملك في بيع العمله، انما عملك في التحويل. ما هو انا احولها له برضه يا حبيبي. اصبر علي الكلام يا حبيبي. تمام، انا مع حضرتك، انا بتعلم بس. لا، اصل في فارق بين إغاثة الملهوف، انك تبيع له، انك اقول لك يا احمد حول لي 5,000 جنيه. ما أنا تاجر ولا أنت تاجر في الحالة دي، أنا ما أنا بتاجر معك ولا أنت تتاجر معي. تمام. أنت محول وبتاخذ الأجرة.
تمام. انما انت جبت الان اشترط ادي لك الفلوس بعد مده، فانت للطمع من في الالف جنيه، ان الالف جنيه مبلغ كبير، قلت ساحولها. دخلنا في مساله ثانيه، متاهه ثانيه، الله يحفظك. لا وكمان يا شيخ بيعمل ايه؟ لا يعني لا يبقى الصورة عايز دي لا تجوز. الالف جنيه دي او الميت الف دي على 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 محل تاني جنبي علشان يروح يسحبها منه، تمام، وياخدها يعمل بيها شغل مثلا، يكسب بيها مثلا من وراها 10,000 ولا حاجه، يقول لك ما فيش مشكله لما ادفع عليها 1000 جنيه. فده شبهه وربا كده بالشكل هذا، بالطريقه دي، من طريق الاشتراط. أيوة. لا تجوز حينئذ. نتكلم في فك عسرة متعسر لحالة ضرورية بينك وبينه صداقة، كأنك تقرضه ألفا. لكن إذا دخلنا في الأشياء الكبيرة، القرض الذي تكون قرضا جرى نفعا، اختلفت تماما. هو الكلام دي هو بيشترط علشان خاطر هو عارف. أنا بقول لك لا يجوز بهذه الطريقة، خلاص. جدا شكرا. الاشتراك لا اشترط لا يجوز. أبو يعقوب مرحبا يا أبو يعقوب. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك. والله اني احبك في الله. احبك الله. يوسف كنيته ابو يعقوب يكنونه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت اريد ان اسالك ان يوم ميلاد صديقي غدا، حسنا، هل يجوز ان احضر له هديه؟ لا تحضر له هدية، يعني حرام؟ والله يا أخي صديقك أفضل أو رسول الله؟ رسول الله. ما عمل الصحابة له عيد ميلاد ولا أرسلوا له هدايا في عيد الميلاد. هذا أشكرك يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حلو شيخ. شوف يا شيخ، أنا عقوبة إنزال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام. نعم نعم. ماذا تقول؟ عقوبة إنزال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام من الجنة لفعله الذنب، هل هي لفعله الذنب وهو إيه التنطع هذا؟ يعني آدم عليه السلام عصى ربه وأكل من الشجرة فأخرج من الجنة بسبب ذلك، لماذا أنت تتنطع أكثر؟ لا أنا لا أتنطع. أنا لا تتنطع، كلم الناس هيسمعوك وركنا تتنطع. اسأل سؤال. سكت. تنطع هي تنطع. الآن يعني العقوبة شديدة، فهل يعني أنت أرحم من الله يعني؟ لا 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 لا. طب ما ليه تكون عقوبة شديدة؟ يعني آدم عصى ربه فأخرج الله من الجنة، أنت قل له يا رب عقوبتك شديدة؟ لا ينفع لا كده؟ لا لا. صح صح حبيبي. هل الآن أنا لا ما أسترسل معك، أنت لازم تستغفر من ذنبك، لابد وأن تستغفر الله من ذنبك. لن تقول العقوبة شديدة على أكبر من الجرم، أنت خصوص معنى كلامك. لا الله أرحم الراحمين، انتبه. صحيح. السلام عليكم. أستغفر الله وأتوب إليك. الحمد لله، بس يكفينا كده هذا. الحمد لله، الحمد لله أنه استغفر. ما هو نفس الكفار يقولون كده الآن، نقول لك إيه؟ يعني واحد مثلا عياذا بالله زنى، ليه يتعاقب بالنار وليه يعذب بالنار؟ هذه عقوبة شديدة أكثر من الذنب. لما أنت من عصيته عظيم كبير كبير كبير، وحذرك مئات المرات من هذا. أنت فاهم يا عبد الرحمن كلام المجرمين الآن؟ بغض النظر على الأخ التائب، كلام المجرمين الآن يقولون يعني واحد مثلا قال ليس هو الله، لماذا يعذب بالنار ويدخل في النار؟ و العقوبة أكبر من الذنب، كذا يقولون. بئس ما قالوا، فلسنا بأرحم من رب العزة سبحانه وتعالى. ينسون أن الله عظيم سبحانه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وحياك.
إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. من أي بلاد أنت؟ من مصر، من صعيد، من صعيد مصر، من المنيا. مصر أو مصر، أيهما صح؟ مصر. دلل. بتقول يا شيخنا؟ دلل، يعني هات الدليل إن مصر أصح. ليه كسرت مصر؟ ظفرت في القرآن. ما قال ربنا في القرآن؟ اهبطوا مصر إن شاء الله، اهبطوا مصر إن شاء الله آمنين. اهبطوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله. لا ما تقولش ادخلوا مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ماشي، مش مصر يعني، تفضل. أريد منكم أن توجهون نصيحة لطلاب العلم الذين تقاعفوا عن طلب العلم من أجل عروض الدنيا والتطلع للدنيا والتطلع إلى أهل الدنيا. الله يبارك فيك ويشكر فضلك. من نكث فإنما ينكث على نفسه، ورب العزة قال: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورب العزة يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ورب العزة يقول: وقل رب زدني علما. فنسأل الله أن يردهم ردا جميلا إلى العلم، ولا بأس أن يعملوا ويأكل لقمة العيش من الحلال، لكن لا يتركوا التعلم. بارك الله فيك. اللهم أمين. شيخانا شيخانا. نعم. أنت رحلت إلى بلاد اليمن وتعلمت على يد الشيخ مقبل بن نادر الوديع رحمة الله عليه. رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله. أريد منكم أن تعرفونا كيف تعلمتم على يد الشيخ. هذا وقت مقام آخر في طلبة العلم. مقام آخر غير هذا المقام اللي أحفظك، هذا مقام فتاوى الله يرحمه رحمة واسعة، وعلمائنا وعلماء المسلمين جميعا. يا رب لك الحمد، ارحم امتنا امت المسلمين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا شيخ مصطفى، كنت يعني اشتريت دوره تدريبيه هي مسجله، يعني المحاضرات بتبقى مسجله وبتتعرض، يعني اتفرج عليها في المنزل يعني، فانا اشتريتها، فهل في مانع لو زوجتي بتبقى بتسمعها معايا؟ يعني انا اشتريتها وان انا اخد الشهاده بتاعتها كدوره تدريبيه. لا ما فيش مانع ان شاء الله، اسمع معايا كاستفاده يعني. ما فيش مشكله ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. خطا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدنا. نعم تفضل. حياك الله سيدنا، ربنا يبارك في عمرك يا رب. حياك، تفضل. بسأل عن حكم العمل على الانترنت في شركة توظيف. شركة توظيف على الانترنت؟ اه. يعني دلال يعني ولا ايه؟ ليك مرتب شهري، بتجيب موظفين مثلا، محتاجين شركة محتاجة موظفين، أنت بتوفر لهم عملاء وليك قبض شهري. ما في مشكلة. دلالة، اسمها دلالة. نعم. ما فيش مشكلة. ها؟ أي نعم. حياك الله سيدنا. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب من فضل الله. لي سؤال إذا أذنت لي. تفضل. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يخفف عن المؤمن؟ أن يوم القيامة يخفف فيه عن المؤمن؟ أه. لا، في آيات كثيرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والمفهوم المخالف: وكان يوما على الكافرين عسيرا. يقول الكافرون هذا يوم عسير، فالمفهوم المخالف أن أهل الإيمان يخفف عنهم ذلك اليوم. نعم، شدة على الجميع بعد ذلك تؤول إلى تخفيف ورحمة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. نسأل الله أن يشدد علينا أبدا يا رب يا رب يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين. لكن في أحاديث بعض، في أحاديث ضعيفة في هذا الصدد، يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. لا يصحح هذا الخبر، ضعيف. نعم. جدا. نعم، الله يسلمك، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
وبركاته شيخنا الحبيب، كيف الحال؟ الحمد لله، من فضل الله بخير. الحمد لله. أذنني في صحة خمسة أحاديث يا شيخ بعد إذنك. سل. ثلاثة لا يقبل الله جل جلاله منهم صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومكذب بقدر. ضعيف. وكل الأحاديث التي وردت في المكذب بالقدر ضعيفة الأسانيد، وإن كان المكذب بالقدر آثم وفاقد من شعب الإيمان شعبا عظيمة جدا، ولكن الحديث ضعيف الإسناد. الحديث الثاني، لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه، لا يصح. الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. الجزء الأخير من الحديث ثابت. نعم. له طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. له طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجزء الأول، الإبل عز لأهلها والغنم بركة، تحتاج إلى مراجعة للشواهد. نعم. حديث عروة البارقي، تفضل. الحديث الرابع، اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. لفظة وإن كان كافرا شاذة. نعم. الحديث الخامس، خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. له شواهد يصحح بها. نعم، جزاك الله. أي النساء خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ حالي طيب والحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. لدي سؤالان يا شيخ مصطفى. سل. أول سؤال يا شيخ مصطفى، هل في الركوع يلزمني يعني يلزمني ولا يلزمني؟ يلزمني. لماذا يلزمني؟ أعلم منه. ماشي، تفضل تفضل، مش هندخل في النحو الآن، تفضل. هل يلزمني فرد الركبتين أو انحناءها إلى الأمام بسيط؟ أعدي السؤال. يعني يمكن يا شيخ مصطفى أن أنحني، يعني أفرد الكعبة الركبة إلى الوراء أم تنحني بسيطا عادي يعني؟ أثناء الركوع؟ أثناء الركوع. يعني تنحني للأمام ولا للخلف في الركبة؟ الركبة هل أفردها للخلف ولا يعني لو انحنت إلى الأمام بسيط شيء عادي يجوز؟ أفردها للخلف تكون مستقيمة، لكن إنما تكون مستقيمة للخلف. أيوة، إنما استطعت يعني ثابتة، يعني لا، في ناس تجلس على الركبة تقدمها للأمام، يعني عفوا تركع والركبة للأمام يعني ينثني. أيوة. لا، هذه ليست وفق الهدي. افرد ركبك، الله يحفظك إذا كنت مريضا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ، لدي سؤالين. هو بالنسبة للشقق اللي هي بتاعة الحكومة اللي هي بتعملها المساكن دي، يعني فيها شيء؟ العقود فيها شروط ربوية. طيب السؤال الثاني، هو حضرتك بالنسبة يعني كورسات اللغات أو دروس اللغات بتاعة الأطفال، بيبقى بيعملوا يعني زي نظام محادثات كده مسجلة بيعلموا بيها الأطفال، بتبقى فيها موسيقى أو ما شابه ذلك، يعني فيها شيء؟ طبعا الموسيقى تمنع، لكن وكل ما هنالك أن بعض العلماء يعني يسهل فيها للأطفال باعتبارهم غير مكلفين، لكن الأولى إبعادوها يعني. تمام، ماشي، جزاك الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. نعم، ماذا تقول؟ يعني ما سر الخصومة مع الأشاعرة؟ الأشاعرة يكذبون بالقرآن في مواطن وإن لم يصرحوا، يحرفون كلام الله عن مواضعه من ناحية المعنى،
الله يقول في كتابه الكريم الرحمن على العرش استوى ويقول أأمنتم من في السماء وهم يقولون الله لا مكان له. الله يقول لآدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول ليس لله أيدي. الله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا فيقولون الله لا يجيء. الله يقول في كتابه الكريم في شأن موسى عليه السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فيقولون الله ينادي لكن نداء بصوت غير مسموع. الله سبحانه وتعالى يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ويقولون الله لا يأتي. فهذا بعض النبي عليه السلام يقول في سنته أسألك لذة النظر إلى وجهك ويقولون الله ليس له وجه، كأنهم يعبدون عدما. هذا مضمون الخلاف معهم. انظر إلى القرآن، إذا رأيتنا خرجنا عن القرآن قيد أمله تلومنا، لكن هم هذه مواقفهم مع كتاب الله. آمنتم من في السماء أكد جدا بحضرتك، ويعني الله يبارك فيك، ما بتبعدش عن القرآن أبدا، ربنا يجعلنا وياك كذلك يا رب. السلام عليكم. لكن يعني جات لي فكرة غريبة كده بالنسبة لمكان الله، يعني مكان إيه؟ مكان ربنا يعني. لا مكان يعني حضرتك مش اسمح لي قبل أن تتكلم، لا أريد فكرتك ولا فكرتي. لا أبدا أبدا. أنا في قرآن، افتحه، افتح المصحف وانظر في جواب هذا السؤال. بس ما فيش فكرة. أصل مش بالفكرة يا حبيبي، هي مش بالفكرة. أنا عايز أعرف بس ربنا فوق ولا تحت، إيه الفكرة بس؟ يعني عايز تعرف ربنا فوق ولا تحت؟ يعني أنت لما تقول يا رب ولا بتقول يا رب من تحت؟ سؤال. لا هو يعني فرعون لما قال لموسى، اللي فرعون اللي الكافر أكبر من أكبر كفار التاريخ، أكبر كفار، فهم ان موسى بيقول عليه السلام ان الله في السماء، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. شرعون قال كده؟ ما قالش يا هامان احفر لي حفره انزل لاله موسى في الارض. طبعا لان السماء نسبيه، يعني حتى فوق نسبي وتحت برضه. وبعدين ان انزلناه، نزل من اين؟ من عند من نزل القران؟ من السماء. ها؟ ولا من عند الله يعني، ولا من عند من؟ ها؟ لكن يعني مصر مثلا فوق وامريكا تحت، والامريكان بينزل. يا اخي صلى على رسول الله، انت هتكفر في الاخر، انت كنت حلو الان. عاوز اقتنع بس يعني. تقتنع منه انت، فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون؟ اذا القران مش عاجبك، ايه اللي يعجبك؟ ابليس اللي يعجبك؟ بس انا حاسس يعني ايه بس؟ حاسس من اعقل كده بدل ما تكفر انت على الهوى. اعقل، حاسس ايه؟ انت لك حس. حاسس؟ مع كلام ربنا حاسس ومش حاسس. غريبة تذكره بآيات يعني تؤثر في الجبال واقول لك حاسس. السلام عليكم. وعليكم السلام. كده شيخنا ازي حضرتك؟ الحمد لله. كنت بس يا شيخ عايز اسال ان انا مقبل على شراء شقه. مقبل على شراء شقه وبعد الاقبال بالتقسيط، بس في وجود بند غرامه التاخير في العقد. من ده من الحكومه ولا منين؟ من شركه خاصه يعني مالكه، يعني هي المالكه المشروع يعني. طيب اذا كنت ممكن ان تتقي التاخير ونعتبره شرطا معطلا جاز. السلام عليكم. ممكن. الرحمن بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن.
لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير ولإخواني البادلين مع جهد لإخراج المجلس لإخوانهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين واجعلنا نورا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين، فقد اتخذناك وكيلا يا رب العالمين ورضينا بك يا رب، رضينا بك ربا وبدينك الإسلام دينا وبنبيك رسولا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطيق بخير يا رحمن. ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا كريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام، وفك أسر المأسور منهم يا رب العالمين. اللهم يا رب اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام، أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.